اخر خبر معانا النهارده وسريعا كده هنقوله لكم بتاع محمد صلاح، وان هو موجود دلوقتي في اليونان، واللي عرف لنا هو من كام يوم نزل صوره ليه باين ان هو على البحر، بس مش باين هو فين، لان بحر اليونان شويه شبه بحر الساحل، ولان هما الاثنين دي شير ذا سيم، يعني هما الاثنين بارل لبعض، ف ستيل نفس البحر الاحمر، البحر الابيض المتوسط، فما كانش حد عارف قوي هو موجود فين. بس بعد كده لقينا على تيك توك في حد عادي جدا، بنت صورته وهو قاعد بعيد عنها بشويه وبيشرب حاجه على البول، وقالت ان هو موجود، ان هي قاعده كاجولي درينكينج مع محمد صلاح في مايكونس، ودي اي هوب ان انا بقولها صح عشان ام سو نوت هي شور، اللي اسمها ميكونوس، ولا اعرف ليتلي يعني عن هي شيء جريك، فيها. فاحنا مش المهم مش هي في صح. اليونان بالظبط، هي جزيرة في اليونان، وهي من يعني من أجمل الجزر اللي في اليونان الصراحة، هي جميلة أوي فعلا. بالظبط بس كده. فهي عرفت لنا هو فين، ودلوقتي عرفنا ان هو موجود في اليونان محدش بيستخبى على السوشيال قاصد ميديا. بالظبط ان هو في اليونان. يس فانجوي انجوي يس الصيف طبعا، مال الساحل مش فاهمة. اوكي يعني سون ان شاء الله كلنا اوكي لا هو يعني يلا براحتك، have fun have enjoy هفا يا صلاح enjoy، انا عايزي متبصلك يعني خالص يعني طبعا احنا مش تجري. باصين لك خالص في الرحلة الحلوة دي، بس يعني have fun and good luck. مدى الناس كتير المصريين كتير الفترة دي في اليونان، يا اليونان اصلها انا بشوفها ان هي فيها حاجات very common، ده وسبيشالي حقيقي يعني الناس اللي في اسكندريه، بورسعيد، بورفؤاد، المناطق دي بحس ان هي very common، ان انت حاسه ان نفس الفايبس كده موجوده في اليونان، بس طبعا يعني على يونان more فعلا. European يعني اكتر، بس يعني it's really lovely، وفي ناس كتير قوي بتحب تروح شهر العسل بقى والحاجات دي هناك. هي جميلة الصراحة yes يعني، هي نايس nice.